رايك فيها؟ حلوة. حلوة؟ انبسطت اليوم يعني؟ ايه. بتيجي بعدين؟ بتيجي بعدين ولا هاي أول مرة؟ أول مرة. أول مرة آخر مرة ولا بترجع؟ لا برجع. برجع إن شاء الله. إيش بعد سويت؟ أكلت في المطاعم شيء؟ إيه أكلت. إيش أكلت؟ طاقم كوكيز. أهلا وسهلا فيك في مهرجان قطر. So how are you guys enjoying your festivities? Actually, especially for the couples and children especially, it's very good and we enjoyed a lot because this is summer season, we cannot go out and relax also, yeah. So if we have such games in Eid, it will be beneficial for families' lives. Cause. Are you going to come back? Yes, sure. Sure. Going to shoot more guns? Yeah, yes. More guns. Yes, thank you for coming. والله جميل وفي نظام وأمن تمام وكل حاجة جميلة هنا جدا المطاعم كل حاجة متوفرة هي نظافة وفي نظام وكله تمام الحمد لله تمام لا الحمد لله كفاية فرحة الأولاد بس أهم الأولاد هم اللي مبسوطين وكل حاجة الحمد لله تمام كله جيت السنة اللي فاتت كنت موجود السنة في فرق بين السنة اللي فاتت والسنة دي لا صراحة السنة اللي فاتت كان أحسن السنة اللي فاتت أحسن والأطفال أطفال والعيلة مبسوطين في فرحة في العيد في تغيير في مكان نخرج فيه أهلا وسهلا فيكم في مهرجان قطر.